حبينا نسقسيك سؤال. يعني يقولوا بزاف انه الامزاد ممنوع على الرجال، علاش تقولوها بزاف؟ ماشي خدمتهم. ايه خدمه للنساوين برك للنساء امزاد. علاش تحكي لنا هكا كيفاش حتى منعوها على الرجال؟ ما يقدرش الراجل. ما ماش قانون باش الرجال يدخلوا اخبار امزاد. امزاد الا انت غير النساء، ماشي انت غير الرجال، يخدموها الا النساء، غير النساء فقط. ايه من بكري هذا من بكري قال من بكري قال امزاد تندي مع النساوين. الامزاد وتندي غير للنساوين. امزاد وتندي يخدموها الا النساوين. الله يبارك. ثم كاينين الرجال يركسوا الامزاد، كاينين اللي يلغبوا مع سما هكا وخلاص. كاين بزاف مشاهدين ربما يشاهدونا الان مازال ما فهموش واش معناتها الامزاد. صح، الامزاد هو طابع غنائي صحراوي تختص به النساء في صحراء الجزائر. ولالا اللي راهي قاعده معنا هي عميده التيندي في الجزائر، اللي باش نوضحوا للمشاهدين شكون لالا اللي راهي قاعده معنا. مرحبا بك مره واحده اخرى. بكم وهلا. من وقتاش بديتي وانت تغني الامزاد؟ من وقتاش؟ شحال كان في عمرك؟ الامزاد ما نغني به امزاد انا ملي كنت صغيره. والو ما نغني بها، انا نغني لا بتندي امزاد كاع ما نغني. هي تغني بوقتاش بديتي تغني بتندي؟ مادام صغيره، من صغر انت غي نخدم لا تندي. تعلمتيها على جداتك؟ اه سما علمتها على جدات نتاعي. وعلمتيها لبناتك؟ علمتها لبناتي، علمتها لبنات واخواتي، علمتها اللي انت سما اخواتي قاع يغلموا سماتين دي مغاية. نورتونا وشرفتونا ورائحتكم رائعة. لو المشاهدين راه مش مفاد الريحة، ريحة الصحراء، ريحة تراثنا، ريحة الجنوب رائعة جدا، وتقاليدنا وطبوعنا بزاف. الله يبارك، يعني كل منطقة تروحي لها تسمعي طابع رائع. الجزائر غنية غنية بتراثها وفنها. صح.